قضية التشغيل كما لا يخفى هي من أهم القضايا التي تشغل بال المواطن العادي وتشغل الدولة وتشغل المقاولة وتشغل كل يعني فاعل، على اعتبار أنه أي سياسة لا تنتج الولوج إلى شغل لائق وشغل منتج وشغل كريم فهي سياسة يعني غير ذات جدوى بالمعنى الشامل للكلمة. من هنا فإن الجهة جدرعة فلال كمجلس واعية بأهمية هذا الملف وهذا الموضوع، ولهذا تلاحظون ان في من اول يعني دوره ديال مارس صادقنا على احداث اول شركه جهويه للتنميه واللي مشات في مجال ديال التعليم. التعليم باعتبار ان اليوم مجموعه مدارس رعاه تفيلات كنراهم خلالها كتجربه اولى ان نخلق حوالي 500 منصب شغل خلال هذه الولايه ان شاء الله، بعد ما نثبتوا هذه المدارس كمجموعه التعليم يعني ما قبل المدرسي والتعليم المدرسي في الابتدائي، واللي غنطوروها ان شاء الله كوعي باهميه التعليم من جهه وباهميه التشغيل في مجال التعليم من جهه لكي تصيرها في المستوى الاعدادي والثانوي ثم ان شاء الله على مستوى المدارس العليا. هذا الوعي ديالنا منبني على انه اليوم الادوار ديال الجهه اساسا هي التنميه الاقتصاديه اللي كدر هذه المسائل ديال الشغل وكتفتح المجال للشباب والحمل الشهادات ولعموم المواطنين انهم يصيبوا فرص شغل كريمه. هناك ان شاء الله مبادرات كجهه سنقوم بها في هذا الاتجاه ديال احداث شركات ديال التنميه الجهويه، لكن كذلك سنتعاون معكم متدخلين لكي نكون طرف اساسي في يعني تنزيل سياسات وبرامج لها علاقه مباشره بالتشغيل باعتباره كما قلت اي سياسه لا تنتج هذا التشغيل في نهايه المطاف فهي سياسه غير ذات قيمه. من هنا اعتبر هذا اللقاء اليوم الجهوي السابع مع سيادة التشغيل مناسبه لتعميق النظر في هذه الاشكاليات وهذه الصعوبات والتحديات واكتشاف الفرص التي يمكن ان توجه عملنا كجهه ان شاء الله في اطار اعداد برنامج عمل الجهه المقبله.